And now, bringing his opponent to the ring, fighting out of the blue corner, Mokhtaram Khonimlar Vajanoplar, he's Uzbekistan, Hasanboy Dusmatov. And gentlemen, and we're underway in our ring here with bout 207 in your men's evening semifinals. Bout 207 in session number 18 is sanctioned for three-minute rounds in a men's flyweight 51kg matchup. Your five judges being represented here tonight ringside are from the Chinese Taipei, the United Arab Emirates, Algeria, Morocco, and finally Ireland. And when the action begins, your referee in the center of the ring represented the IBA by way of Bulgaria with referee Maria Kalikleva. Ladies and gentlemen, our fighters are ready. This is round one. ونعود إليكم من جديد سيداتي هنساتي سادتي أيضا في وزن 51 كيلوغرام والذي يجمع من منغوليا خاركو أنكام في الركن الأحمر ومن أوزبكستان حسن دوسمانوف في الركن الأزرق. إذن حسن دوسمانوف في الركن الأزرق من أوزبكستان وهو من مواليد 24 يونيو 1993 وقد مثل بلاده في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2016 في ريو جانيرو وحقق الميدالية الذهبية في وزن الذبابة إذن دوسمانوف بطل أولمبي سابق يواجه أنكام خاركو من منغوليا في الركن الأحمر إذن مباراة ذات طابع أولمبي إذن حامل ذهبية أولمبياد ريو جانيرو حسن دوسمانوف من أوزبكستان في الركن الأزرق يواجه الآن البطل خاركو من منغوليا ودقة في الإصابة إذن الخبرة هنا الخبرة تلعب دورها بشكل كبير بطل أولمبي لديه العديد من الإنجازات الآسيوية والإنجازات الدولية وتاريخ طويل مواليد عام 1993 يعني يبلغ من العمر 29 عاما لديه تاريخ حافل من الإنجازات لأوزبكستان حسن دوسمانوف يعرف كيف يوجه اللكمات إلى الخصم خاركو أنكام إذن الخبرة تلعب دورها في هذا اللقاء وخاركو أنكام خاركو أنكام أيضا يوجه العديد من اللكمات ولكن أمام خبرة حسن دوسمانوف فإن هذا الأداء ضربة يمين من خاركو أنكام إذن أيضا خاركو أنكام لديه الكثير ليقدمه في هذا النزال إذن خبرة حسن دوسمانوف لوحدها لن تكفي في مواجهة حيوية وشباب خاركو أنكام من منغوليا في الركن الأحمر لكن توقف إذن الجولة الأولى انتهت مرحلة جس النبض بين كلا الملاكمين بدأ كل منهما يكشف الوجه الحقيقي للآخر إذن وتقدم لأنكام خاركو أنكام من منغوليا
بأربعة إلى واحد. إذن الحيوية والشباب لدى خاركو أنكام تتفوق في الجولة الأولى على حسن دوسمانوف. إذن حامل ذهبية ريو جانيرو في وزن خفيف الذبابة في مواجهة الآن قوية أمام خاركو أنكام من منغوليا. We're seconds out. Ladies and gentlemen, this is round two. ونعود من جديد إلى الجولة الثانية من هذا اللقاء الذي تقدم فيه خاركو أنكام من منغوليا في الجولة الأولى على البطل الأولمبي حسن دوسمانوف من أوزبكستان. هناك تنبيه من الحكم العربية، الحكمة العربية من تونس سارة بوهليل التي تدير هذا اللقاء وتشارك في هذه البطولة. ليست الحكمة بوهليل وإنما من بلغاريا. إذن الحكم من بلغاريا مارنا من بلغاريا. إذن حصل اختلاط. إذن الملاكم المنغولي أيضا يحاول الآن اللحاق بخاركو أنكام. إذن تحركات متعددة لحسن دوسمانوف ولكمة قوية، لكمة قوية. إذن يوجه العديد من اللكمات حسن دوسمانوف. قلنا سابقا أن الفوز بالجولة الأولى لا يعني نهاية المطاف، بإمكانك العودة مرة أخرى وقلب النتائج. هل يتمكن حسن دوسمانوف هذا البطل الأولمبي المسلح بالخبرة من السيطرة على الجولة الثانية وفرض جولة ثالثة حاسمة بين الطرفين والفوز بها، أم ستضيع هذه الجولة أيضا لمصلحة الملاكم المنغولي خاركو أنكام؟ إذن اقتراب توقيتات في الاقتراب. إذن تحركات على الأطراف، مراوغة جميلة لحسن دوسمانوف، ولكن ما يهمنا اللكمات التي يوجهها، وبالفعل وجه العديد من اللكمات لخاركو أنكام. انظر هنا السيطرة التامة لحسن دوسمانوف في هذه اللحظات، ولكن يبقى في النهاية قرار الحكام هو الذي سيمنح اللاعب الأفضلية والفوز أم الخسارة. ونشاهد هنا طبعا نتابع اللقاءات ولكمات مباشرة لحسن دوسمانوف. إذن قلب النتيجة في الجولة الثانية، إن استطاع حسن دوسمانوف من قلب النتيجة في الجولة الثانية سيتمكن من فرض جولة ثالثة وقرعة لكمة قوية مع قرع الجرس، وذهبت بالكامل إلى عثمانوف. إذن عثمانوف المسلح بالخبرة دوسمانوف تمكن من خطف نقاط الجولة الثانية بالكامل، وأتوقع له خطف أيضا نقاط الجولة الثالثة. إذن هنالك تصاعد، الجولة الأولى تذهب، الثانية والثالثة تأتي. إذن أبطال ذو خبرة كبيرة هنالك تصاعد في الأداء، تصاعد في المستوى. يخسر جولة 4-1، يفوز الجولة الثانية 5-0. ما هذا الأداء؟ ما هذا الجمال في الأداء؟ يعني لا يعني خسارة الجولة الأولى خسارة المباراة إن لم تتبعها بفوز كامل بالجولة الثانية، فقد ذهبت الأمال أدراج الرياح. إذن يجب أن لا تضيع الأمل حتى وإن خسرت الجولة الأولى. هذا ما نراه بالخبرة الآن لحسن دوسمانوف بعد أن
تمكن من سحق منافسيه في الجولة الثانية. الآن لابد أن لديه خطة والخبرة الآن تلعب دورها أمام حسن دوسمانوف في الجولة الثانية، ويصل إلى وجه خاركو أنكام بمجموعة لكمات قوية وجميلة. انظر أيضا خاركو أنكام ليس بالملاكم السهل، ولكن خبرة حسن دوسمانوف الذي خسر الجولة الأولى فرضت إيقاعها ونفسها على النزال وفاز بالجولة الثانية، والآن بإمكانه الآن الدخول والفوز بالجولة الثالثة ويتقدم بنقطة على منغوليا. الجولة الأولى انتهت 4-1، لكن الجولة الثانية 5-0، علامة كاملة. حذاري من الإنذارات يا حسن دوسمانوف. لكمات، ما هذه اللكمات؟ من أين تأتي اللكمات يا حسن دوسمانوف؟ انظر السرعة في أداء الهوك، انظر يعني وكأن الوجه الملاكم المنغولي مكشوف ولا تغطيه يدين، يستطيع أن يصل إلى وجهه كيفما شاء ومتى شاء. انظر إلى لكمة الهوك الأخرى، ولكن الحكم، ها الحكم تحذر كلا الملاكمين من اللكم بالقفاز المفتوح. حذاري، انتبهوا يا ملاكمون، حذاري من الإنذار. إذن هجوم قوي وهجوم كاسح لحسن دوسمانوف. الخبرة تلعب، الخبرة تلعب في هذا النزال الجميل والرائع. انظر تستمتع بهذا النزال، تستمتع مع خاركو أنكام وتستمتع مع حسن دوسمانوف. انظر قوة وندية وتصاعد في المستوى الفني والمهاري، انظر اللياقة البدنية مكتملة بالكامل لدى حسن دوسمانوف رغم بلوغه 29 من عمره، إلى أنه يلعب بكل حيوية وبكل أريحية ومتسلح بالخبرة والقوة والسرعة والدقة والتوازن، متسلح بكل عناصر التي يحتاجها الملاكم في هذه البطولات. أضاع الجولة الأولى ولكنه عاد وانتفض في الجولة الثانية، وهو الآن في طريقه للفوز في جولة نارية. الآن جولة نارية، جولة قوية، العديد من اللكمات لحسن دوسمانوف. انتهت الجولة، انتهت الجولة الثالثة والأخيرة، وبانتظار الإعلان الرسمي عن الفائز في هذا النزال الناري. إذا ننتظر ونرى هل سيكون حسن دوسمانوف، وأنا واثق من أنه حسن دوسمانوف، ولكن هل سيكون للحكام قرار آخر أم خاركو أنكام من منغوليا الذي فاز بالجولة الأولى؟ إذن خاركو فاز بالجولة الأولى، حسن دوسمانوف فاز بالجولة الثانية. الآن كانت جولة فاصلة، جولة ثالثة قدم فيها كلا الملاكمين أداء جميلا، ولكن حسن دوسمانوف بخبرته العالية كان متميزا في هذه الجولة. Ladies and gentlemen, about 207 here in your men's semifinals evening. Session number 18 comes to a close after coming in three-minute rounds in a men's flyweight 51 kg matchup. We go to the scorecards where all your judges see the same way, ruling in favor of your winner by points, declared by unanimous decision. To the blue corner, he's Uzbekistan, Hasanboy Dusmatov.